في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحلى حاجة في الفكر ده أحبات الكرام هي فكرة الكذب. يعني فكرة الكذب؟ هو أنا النهاردة لازم أرمي الداء الموجود عندي في الآخر واتهم الآخر بما لدي من مصايب أو مشاكل أو 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 وأقول هذا موجود فيه. طب يا عم الحاج لما أنت بتتهمني بأن أنا رجل وثني قدم أدلتك ثم بعد ذلك تكلم، ما تجيش تقول النهاردة أصل أشرف ده وثني وبيعبد الأصنام وبيعبد القبور وبيعبد كذا. لا لا والله، يعني أنت كده النهاردة دخلت في الحيط معايا صديقي، لأني لما تيجي تقول أن أنا بعبد الأوثان أو نعبد الأصنام زي واحد كده أهبل ومجنون جاي يقول لك والله لماذا تقبلون الحجر الأسود، أليس هذا كفر وزندقة، أليس هذا فيه وثنية، أليس طب ما احنا معلش احنا لماذا نطوف حول الكعبة حول حجارة؟ ما الوثنية مش في الحجر الأسود بس، يعني تيجي تمسك لي الحجر الأسود كده وتقول لي الوثنية في تقبلك للحجر، قول لي الوثنية في طوافك ببيت الله الحرام وبين للناس حقيقة معتقدك وخلاص. يعني لما تيجي صح ولا مش صح يا اخوانا الأحبة بارك الله فيكم، أيهما أكثر وثنية، الحجر الأسود أم الطواف حول حجر؟ تقبيل حجر أم الطواف والسجود لحجر؟ يعني ما تحدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فالعقل له. فلما تيجي تقول لي وثنية في تقبيل الحجر قول لي لا الوثنية في أصلا سجودك للحجر، الوثنية في طوافك حول الحجر. هو أنا دلوقتي لما أجي أصلي مش أنا بسجد للحجر هذا اللي أنت بقى بتتكلم فيه تقول لي أصل الوثنية عندكم في تقبيل الحجر؟ فسبحان الله إخواننا الأحبة بارك الله فيكم. لذلك لما نقول ان هناك من الشيعة ملاحدة بعمامات الناس تصدقنا، والله ملاحدة بعمامات سوداء وبيضاء. قضية الحسين اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة هي قضية مفصلية في الفكر الشيعي الاثنى عشري، ولكن الحمد لله انا بحمد الله سبحانه وتعالى على امر. الامر الاول ان اصبح الشيعة هم نفسهم بيتهربوا من المواضيع اللي بيتبقوا عليها في الحسينية، ان اصبح الشيعة الاثنى عشرية ما عندهمش اللي يتكلموا فيه في القضية ويحاولوا يسيروا النعرات الزمنية اللي كانت متخبية في بيوت الشيعة الاثنى عشرية واللي كانت مقفولة عليها داخل افواه الحسينيات. الانترنت والميديا فضحت كل هذا. كذلك اخواننا الاحبة بارك الله فيكم، تلك الوثنية معلومة ومعلوفة ان في هذا الفكر ان هؤلاء اصلا ارادوا بك وبي الشر. يعني تخيل كده لما يجي في فكرة معتقد قائم على الشر والكره للجار المخالف له، فكرة الشر والكره للجار اللي هو ممكن يأكل معاه في يوم من الأيام عيش وملح وبعد كده يسمه أو يقتله إذا تمكن من الأمر والقيادة، ده بحجاره اللي كان عايش معاه طول عمره وعايش جنبه طول عمره تحت نطاق ما شاء الله الطائفية زي ما احنا بنسميه.